في جزء ربما من السؤال. لا لا، أولاً طبعاً أنت تفاجئني في الدفاع الكامل عن أصول فقه، رغم أنك سبق لك أن انتقدت كثيراً. الآن قلت ليس بيرفكت، هو ليس بيرفكت لكن علم متقن وقوي. إن شاء الله سيكون موضوعاً. إيه؟ لكن أنا الشطر الثاني من سؤالي هو طبعاً أن وسائل الإعلام تركز على هذه القراءة الراديكالية للإسلام قبل المتطرفين، وكأن ليس هناك سياقات جيوستراتيجية أفرزت العنف. منها مثلا قضيه الاستبداد السياسي في العالم العربي. اي نعم، هذا الجزء الثاني من السؤال. لكن قبل ان اجيب، لا انا ساجيب عن سؤال اخر من بعد اذنكم جميعا واذنك، مهم جدا جدا، لانني ان شاء الله على حد علمي من غير تبجح لم اجد من لفت الي. مهم وحساس بدرجه غير عاديه. ما هو السؤال؟ السؤال اذا كان فعلا جماهير الائمه مالك وابو حنيفه وأحمد باستثناء الشافعي طبعا والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وفقهاء الشام، الجماهير قالوا لا يقاتل الكافر لكفره وإنما لحرابه، وإنما لحرابه، كيف يمكن إذن أن نفسر ذهاب الجماهير أنفسهم إلى وجوب القتال، قتال الفتح؟ صحيح أنتم تقولون الناس لا يقاتلون لأجل أنهم كفار، طب من أين لكم أنكم بررتم الفتح هذا؟ قسمتم الجهاد إلى جهاد طلب وجهاد دفع، وقلتم بجهاد الطلب، هذا جهاد الفتح يعني، كيف هذا يتناقض؟ لا ينبغي أن نبدأ هؤلاء ما لم يبدأونا، من أين لكم هذا؟ هذا تناقض كبير لم أجد من طرحه. أنا طرحت هذا السؤال على نفسي حين أنجزت رسالتي العلمية، وجدت أن الجواب بسيط. الجواب ما هو؟ الفقهاء فعلوا هذا لا بوحي النصوص، النصوص ألزمتهم أن يقولوا، الجماهير كما قلت لكم بما قالوا، ولكن الواقع، ولو كنت مكانهم أو كنت أنت أو كنت أنت مكانهم لقلنا مثل قولهم. هنا النقطة هذه فيه تتعلق بتاريخ العالم، تاريخ العالم الوسيط. في تلك الحقبة ما كان في قانون دولي، وعلى فكرة أول من أسس لبدايات قانون دولي حقيقي المسلمون بفقههم، هذا الآن يعترف به في بعض الدراسات الناضجة، فعلا قانون دولي حقيقي. لكن في تلك الأحقاب الوسيطة إخواني وأخواتي كان القانون السائد كما يعرف كل دارسي تاريخ العلوم السياسية، إن لم تبدأ بي بدأت بك. كان في الحس الإمبراطوري، ما كان في نشوء الدول القومية، في الإمبراطوريات دائما القوة تخلق مجالها الحيوي لبنسراهم لها باستمرار، والقوة لا تعرف الزهد ولا تعرف التوقف، دائما كلما أمكنتها فرصة امتدت واتسعت، الكل يفعل هذا، ليس فقط بيزنطة وفارس، المسلمون أيضا فعلوا هذا. تعرفون لماذا؟ لأنهم لو لم يفعلوا لفعل بهم. وفعلا بعض العلماء، العلامة ظفر القاسمي ابن شيخ بلاد الشام محمد جمدي القاسمي، وله كتاب في مجلدين عن الجهاد، يزعم فيه رحمة الله عليه وغفر الله له أنه في أيام رسول الله في العهد السعيد لم تحدث أي مناوشات مع المعسكر النصراني إلا مرة واحدة في مؤتة، وهذا غير صحيح بالمرة. المناوشات كانت في ثماني وقائع، في ثماني وقائع. المعسكر البيزنطي حزم أمره على أن يستأصل الإسلام في المدينة المنورة وما حولها، معروف القصة هذه. وهنا تأتي واقعة العسرة، تبوك أيها الإخوة وسورة التوبة وما حصل في ذلك. وهنا تأتي الإشارة أيضا في صحيح البخاري من الفاروق عمر رضوان الله عليه يقول: وكنا نتحدث أن غسان تنعل نعالها لغزو المسلمين في المدينة المنورة إلى آخر الحديث. فنزل صاحبي في يومته، كان يتناوب معه في طلب العلم عند رسول الله، فنزل في يومته فجاءني في العشي وطرق بابي طرقا شديدا ويقول: أثمته؟ أثمت عن عمر. قال: فخرجت وقلت: ماذا حدث؟ قال: وقع أمر عظيم. قل: جاءت غسان. الصحابة كانوا ينتظرون قدوم هؤلاء في كل لحظة. هذه الحالة كانت هكذا، إن لم تبدأ بدأ بك، إن لم تبدأ إن لم تتغدى بي تعشيت بك، هذا هو القانون. فطبعا لم يكن بوسع الخلفاء الراشدين ومن تلو الخلفاء الراشدين، ولا بوسع الفقهاء أيضا في عهد الراشدين من الصحابة وفي عهد الخلفاء الآخرين إلا أن ينظروا لهذه الوضعية ويحثوا الناس على الجهاد وعلى القتال ويضعوا الآيات في غير مواضعها
ويستشهدوا بالاحاديث في غير ايه مشاهدها انجاز التعبير. وتم هذا وجرى انه هذا جهاد وجهاد مطلوب. وكم هو مطلوب؟ قال لك ايه مره في الصيف ومره في الشتاء، وبعضهم قال كل هذا لا اصل له في النصوص العتيده. لكن انتبه، هل نجرمه؟ لن نجرمه. وكما قلت لكم لو كنا مكانهم لقلنا مثل قولهم، هذا قانون العالم، كان هذا قانون العالم. اذا المسلمون فعلوا هذا مبتلين به، اوضاعهم فرضت عليهم ان يفعلوا هذا، اوضاعهم فرضت عليهم ان يفعلوا هذا. عفوا اختم فقط بملاحظه، الامام ابو حنيفه عنه روايه، وهي روايه عن جماعه من ائمه الزيديه تقول باننا لا نقاتل الا من ولينا من الكفار، اخذا بمفهوم قوله تبارك وتعالى قاتلوا، بمنطوق وبالمفهوم في العكس طبعا، بمنطوق قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال ومفهومه ان من لم يكن ايه قريبا منا لا نقاتله، يقول ابو حنيفه وبعض ائمه الزيديه، ولذلك من كانت دياره من الكفار متاخمه لديار المسلمين فالاصل معه الحرب. الأصل في العلاقة أنه هذه دار حرب، وإحنا إيه ينبغي أن نحاربهم إلا أن تقطع بموادعة. وأما من كان الكفار بعيدا لا يتاخم ديار المسلمين فالأصل في العلاقة معه السلم إلا أن يطرأ طارئ الحرب. إذن هذا الفقه فقه نصوصي أو أملته ظروف الواقع؟ أنا أقول لك أملته ظروف الواقع وساعد عليها فهم النصوص حين توفرت النصوص. هذه الطريقة، هذه طريقة عملية، طريقة عملية، وكل الإمبراطوريات سلكتها بلا شك، المسلمون سلكوها، لكن أضافوا عليه كما قلت الخطة الرحيمة المتسامحة في التعاطي مع الآخرين، ولم يكرهوا أحدا على ماذا، وطبعا ولم يقيموا حتى مجازر مليونية ومذابح الآخرين، بشهادات طبعا أيضا عشرات المؤرخين أن الفاتحين المسلمين كانوا أرحم الفاتحين. هذا ما عندي في هذه المسألة. نأتي الآن إلى موضوع الاستبداد. هل الاستبداد، وطبعا ربما يعني بعض الاخوه الذين سيشاهدون هذه المحاضره خاصه في ناس عوام، في ناس اميون ايضا، ربات منازل اميات، الاستبداد يا اخواني، الاستبداد معناه حكم الفرد. هذا حكم الفرد. الفرد هذا قد يكون عادلا لكنه مستبد، لانه اصل الاستبداد، الاستبداد ما الاصل؟ الانفراد بالراي، الانفراد بالراي، استبد برايه حتى وان كان ماذا عادا يعتبر مستبدا. لذلك بعض المستشرقين يتهم عمر الخطاب بانه كان ماذا حاكما فردا اوتقراطيا يعني ومستبدا عادلا. غير صحيح، عمر لم يكن يستبد برايه، عمر كان عنده مجلس شورى. لكن على كل حال الاستبداد بطبيعته يفرز ماذا؟ الظلم. لماذا؟ مش معقول ان حاكما فردا يستبد في اداره امه شان عام لملايين الناس برايه هو ويصيب دائما. بالعكس هو سيسارع إليه الخطأ في أكثر قراراته، في أكثر قراراته. فالاستبداد في تاريخ المسلمين مش هقول فصل، فصول ممتدة إلى اليوم للأسف الشديد، فصول سوداء سودت علينا حياتنا، وسودت حتى علينا فهم ديننا للأسف، وأبدت حالة الذل التي يعيشها المسلمون. هل هذا الاستبداد، يسأل أخي عبد الواحد، دعا المسلمين إلى موجات انفجارية من العنف؟ نعم، حتى في التاريخ، تاريخ الإسلام يشهد ثورات كثيرة، ثورات كثيرة. طبعا يشاء المؤرخون دائما أن يؤدلجوها، أن يعطوها طابعا عقديا دائما. طبعا كثير من هذه الثورات كانت تتوسل بعقائد تخالف حتى إيه مبادئ الإسلام، تخالف روح الإسلام، تخالف روح الإسلام، ربما بين أيضا ظفرين أو بين مزدوجين، من باب النقمة على هذا الدين وعلى هذه المؤسسة العلمائية الفقهائية التي تبرر كل هذا الظلم والتمييز ضدنا والاستبداد. ممكن، ممكن ردة فعل كما يحدث الآن على فكرة مع الشباب العربي والمسلم، ردة فعل على الانفلات العنفي المخيف المجرم، في ردة فعل تتظاهر حتى بترك الإسلام بالإلحاد، الشك في هذا الدين كله، الارتياب في هذا الدين. هذا حدث في تاريخنا، هذه الثورات وهذه الزلازل. يعني مثلا ثورة العباسيين على بني أمية، إيش مسوغها؟ يعني هو ثورة ضد الظلم في حق من؟ في حق أهل البيت، لأن بني أمية فعلوا ما فعلوا بأهل البيت، ويكفي فقط قتل إيه الحسين مثلا، وأخذ بنات رسول الله سبايا من العراق إلى بلاد الشام، وفعل بهن إيه ما فعل. طبعا هذا حرك وجدان الناس عربا وفرسا، ثأرا لأهل البيت، وباسم ثارات أهل البيت تم تقويض وثل عرش إيه بني أمية الفرع المرواني. صحيح، للأسف الشديد جاء بنو العباس
ولم يكونوا خيرا من بني إيه؟ من بني مروان، وأنا صحيح، حتى أطلقوا ألسنة الناس بالدعاء لعهد بني مروان يا ليته إيه؟ يعني ظل واستمر، وعهد بني العباس يا ليته ما كان. أيضا هذه ثورة من ثورات الظلم هكذا. يعني تاريخ الدول في 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 في, في تاريخ المسلمين هو تاريخ ضد الاستبداد وضد كذا. في العصر الحديث يا أخواني ما الذي حصل؟ الذي حصل ولنأخذ العراق نموذجا مثلا، والآن غير العراق، لدينا العراق وغير العراق، لاحظنا أنه في الوقت الذي ارتفعت قبضة السلطة المستبدة، السلطة الباطشة عن الناس عن المسلمين، بدأ هؤلاء المسلمون يأكل بعضهم بعضا، طبعا بدعاوى طائفية، بدعاوى مذهبية، بدعاوى غيرها. فأفهم هذا أن حالة السلام وحالة المصالحة التي كان يعيشها المسلمون في هذا البلد أو ذاك لم تكن حالة أصيلة، بالعكس كانت تزييفا وتقنيعا لحالة الغضب المكبوت. بارتفاع القبضة انفجر هذا الغضب، للأسف الشديد لم يذهب في الاتجاه الصحيح، تم توظيفه بخبث ومكر رهيب، وهو مكر كوني لكي يأكل بعضنا بعضا. لم يتم توظيفه من أجل بناء واقع جديد على أسس من العدالة، على أسس من الديمقراطية إن شئتم، ومن الشورى، ومن الحكم التشاركي، بل إيه؟ في هذا الاتجاه. فالاستبداد بلا شك له علاقة كبيرة بما حدث في تاريخنا، بما يحدث حتى في يومنا هذا. طبعا سأكون صريح معكم وأقول المستبدون يلعبون هذه اللعبة بذكاء شديد جدا جدا، ولكي يؤبدوا أنفسهم في كراسيهم يغرون الناس بعضهم ببعض، ويطلقون الناس بعضهم على بعض، ويلعبون لعبة التوازن. يعني قد يأتي المستبد ويزعم أنه متعاطف مع المعسكر، نفترض إيه؟ الليبرالي، وهو لا متعاطف لا مع الليبرالية ولا مع الإسلامية، متعاطف مع كرسيه فقط، فقط يريد إيه؟ أن يسلط هذا على، أو العكس طبعا في أكثر الأحوال، طبعا أنه متعاطف مع الدين ومع المعسكر إيه؟ الإسلامي، ولكن لا يسمح بأن إيه؟ يفنى أحد المعسكرين، أن ينتهي أحدهم من المشهد. لا بد من وجود الاثنين باستمرار، يلعبون هذه اللعبة، وعبر التاريخ كانوا يلعبونها أيضا، عبر التاريخ كانوا يلعبونها. فالاستبداد بلا شك، لذلك أنتهز هذه الفرصة لكي أعبر عن يعني مقترحي، وهو حلمي وأملي، أطلقها دعوة للمرة الألف ربما، والله العظيم ليس لنا خلاص ولا نجاة كعالم عربي اليوم بالذات وعالم إسلامي إلا بدولة، سميها دولة مدنية، سميها دولة إسلامية، سميها دولة حديثة، دولة عادلة، المسمى هو الذي يعنيني وليس الأسماء، سميها ما تريد، أنا يعنيني المضمون وليس العنوان، يعنيني المضمون وليس الإطار، ليس في هذا السياق. إذا سمحت جملة وقيلة، تفضل. لاحظنا أنه في الآونة الأخيرة كثير من المفكرين المسلمين بعد، خاصة بعد زوجين فشل غيبوا أو أقصوا من مصطلحاتهم في خطابهم السياسي أو الفكري أو المعرفي أو الديني أيضا، كلمة ديمقراطية، هل هو كفر بالديمقراطية في العالم العربي؟ حتى منهم مفكرون جديون. نعم، أعتقد أنه ليس كفراً، ربما إيه؟ إشمئزازاً من تقنيع الرغبات الكولينيالية الجديدة والاستعمارية باسم الديمقراطية، يعني باسم دمقراطة العالم العربي تم ذبح هذا العالم. شفنا كيف ما شاء الله تم إيه؟ دمقراطة العراق مثلاً، يعني بحيث ذهب العراق، انتهى العراق، دخل في إيه؟ في نفق مظلم باسم دمقراطة العراق. لا لا، واضح. فالناس ربما إيه؟ بدأت إيه؟ يعني ترتاب في هذا المصطلح وفي توظيفات إيه؟ هذا المصطلح، ولكن في أعماق كل الناس، مسلمين وغير مسلمين، إسلاميين وغير إسلاميين، تخيل في أعماق كل المواطنين العرب، خلينا نقول مواطن في نهاية المطاف، شنا بين نحن مواطنون، فينا المسيحي، فينا المسلم، فينا اليهودي، فينا الأزيدي، فينا كذا، يا سيدي الآن فينا حتى إيه؟ ربما إيه؟ اللاديني، مواطن ابن هذه البلد، من حق هؤلاء جميعا أن يعيشوا في حالة من التسالم، من السلام، من المصالحة، من العدالة، من ارتفاع كل إيه؟ عوامل التمييز وظواهر التمييز. حق من يعيش مواطنة حقيقية تامة بإذن الله، وهذا أصوله على فكرة في الدين واضحة جدا جدا، ليس لدينا في الدين من ثوابت الدين وقطعية ما يحول دون تطبيق هذا الحلم بإذن الله تعالى، أوهام فقط، أما ثوابت لا يحول دون ذلك. هذا هو الحل يا إخواني لبلادنا، والحل لنا إن شاء الله تعالى. أقول مرة ثانية، الحلول الطائفية، ينتصر شيعي على سني، ينتصر سني على أي كذا، ينتصر حزب على حزب، هذه ستدمرنا. أحسن وصفة لتدميرنا، لتتميم مخطط تدميرنا،
لكن للأسف يبدو أن الكل منساق فيها والكل مصر عليها، شيء عجيب. هذا الذي يعني يثير عجبي. نعم أستاذ، الآن في سواء على مستوى أوروبا هناك من ينشغل هناك من ينشغل بتوصيف ما هي الراديكالية، حركات عنفية سياسية باسم الإسلام متطرفة بالأحيان. هنا في أوروبا مثلا في كل دولة هي منشغلة بتوصيف الراديكالية. أولا هل يعجبكم هذا المصطلح الراديكالية؟ هل مثلا يجب الاستعاضة عنه إسلاميا التطرف أو الغلو أو هذا؟ وما هي مقوماتها؟ لأن هنا مثلا جرائد ومجلات على مستوى بلجيكا وصفت عملت توصيفا لما هو راديكالي، فأدخلت مثلا عناصر من هو الذي يصلي صلوات الخمس، الذي يطلق لحيته، الذي لا أدري ماذا. فما هي عناصر هذه الراديكالية إن وجدت؟ نعم. بالنسبة لك كمفكر مسلم. لا أنا هنا فقط يعني سأعود إلى محددين اثنين ارتضيت بهما محددين للأصولية، وطبعا في قلب كل أصولية في جذرية راديكالية واضح جدا، والمحددان هما أنا وافق على هذا وأرتضي، هما إطلاق النسبي، إطلاق النسبي، والمحدد الثاني ومحاولة فرضه على الآخرين بالعنف وبالقوة بكل وسيلة، ونحن نرفض هذا تماما. أعتقد ينبغي على المسلم من حيث هو، من حيث هو، وهذا في جوهر التوحيد، في جوهر التوحيد، أن يجعل دائرة المطلق ضيقة جدا جدا جدا، وهي دائرة تختصر على الله تبارك وتعالى وعلى ما لا يقبل التأويل بوجه من كلامه من نصه، وهذا نادر جدا جدا، قليل جدا، لكنه موجود بلا شك. هذا هو الإطلاق وهذا المطلق. فيما سوى ذلك الأمور تخضع ماذا؟ للنسبية. من يفعل هذا أنا أقول لك هذا سيكون عالما مرنا، طبعا بعضهم سيقول هذا يفكر إيه بحس تاريخي، لا تعني المصطلحات، لكن هو سيكون إيه فقيها جيدا، فقيها مرنا، وفقيها مقاصديا، ودائما سيشتغل بطريقة أنا أقول لك تتناغم وتفي بشروط تحقيق الغاية الشرعية في كل زمان في كل مكان، كما كان يفعل مثلا عمر ابن الخطاب، كان يتسم بهذه السمة بطريقة عبقرية فعلا نادرة. الشيء الثاني محاولة فرض هذا النسبي الذي تم إطلاقه، تم إيه يعني للأسف إعطاه سمة المطلق على الآخرين بالقوة. هنا دخلنا إيه في الخطابات تسميها الداعشية وغيرها، هذه المصيبة. والخطابات الأصولية عموما أنت تعرف الفقهاء يعتب بعضهم على بعض يعني، ونحن معهم أيضا، أن منهم من يحيل الظواهر إلى نصوص، لم حتى نرتقي إلى مسألة المطلق، لا لا لا، الظواهر هناك ظواهر، والظاهر باللغة الأصولية هو الذي يقبل التأويل، هو الذي يقبل التأويل دائما، الظاهر هو هذا يقبل التأويل بنسبة 40% هنا 60% هنا 30% هنا 70% هنا، هذا هو الظاهر، الظاهر والمؤول. بعض الناس يظن إيه الظواهر نصوصا وليست بنصوص، هي ظواهر. بالعكس أعتقد ذكاء المؤول، ذكاء القارئ، ذكاء المفسر أن يحتفظ لما يدعى أو يمكن أن يدعى فيه النصوصية بماذا؟ بسمة الظاهر أنه ظاهر، هذا يعطي دائما ميدانا مرنا للتحرك، يعطي صفة الاجتهاد أيها الإخوة حيويتها، دائما يتجدد الاجتهاد. فأنا هذا الذي أقوله، في قلب كل أصولية تكمن الراديكالية وتتحدد بإثنين فقط، إذا سلمنا من هذين المحددين لا بأس، بعد ذلك ما في مشكلة. هل نضع مثلا نكون صراحة بعض التيارات السلفية التي ليست لا تتطابق ولا تتماهى، هل نضع بعضها من مثلا لديه الحق في قراءة سلفية حرفية للنصوص لكن دون أن يدعو إلى العنف، ومنهم حتى من يدعو إلى التأقلم مع الواقع الذي يعيش فيه، هل نضعهم أيضا في مصاف الراديكالية؟ لن نستطيع، أنا قلت محددان، يعني حتى هذا السلفي وهو مرشح رقم واحد على فكرة لإطلاق النسبي، وهم يفعلون هذا، يفعلون هذا يعني عندهم انفليشن يعني فيض ما شاء الله وتضخم في إطلاق النسبيات، يفعلون هذا دائما للأسف الشديد. ولكن أنت تقول تفترض أنا قد شوي أتحفظ على هذا الافتراض أنه يفعل هذا دون أن يتعدى إلى محاولة فرض هذا على الناس بعنف، أقول لك هذا كخطوة ربما أولى تكتيكية، عما قريب هو سيفعل هذا. لماذا؟ الأمر لا يتعلق بفلسفة تأملية، لا يتعلق بأيديولوجيا حتى، يتعلق بدين، هو يقول لك هذا دين في قلب قراءته التي تطلق النسبي يا إخواني،
تلغى الحريات، تذبح على مذبح ايه؟ هذا المحدد الاصيل الاول، تذبح. طيب اذا ضحي بالحريات ما الذي تنتظره بعد ذلك؟ الخطوه الثانيه ان يلزمك بقراءته، ان يلزمك بمطلقه الزائف وبالعنف ويعرضك حتى على السيف، وهذا يحصل. لذلك على فكره استاذ، هذا الاتهام وهذه القراءه لهذا النوع من الخطاب هي نفس القراءه التي يقوم بها غير المسلمين للاسلام ككل. إيه بس نحن يتهموننا بأننا نقول بالديمقراطية وبالتعايش والاندماج داخل المجتمعات الأوروبية حتى نصير غلبة ثم يتبدل الخلاف، لكن المنظور مختلف تماما، القضية مختلفة تماما. المسلم حين يقول لك أنا أقبل كذا وكذا 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 من الأفكار والمقاربات ومن الأحلام والأماني، هو لا يطلق النسبي، هذا ليس مسحا راديكاليا ولا مسحا أصوليا، بالعكس. يجوز للآخر أن يقول إيه هذا نوع من التنازل يضطر إليه المسلم، ولكن هذا الحكم على النوايا، حكم على النوايا. لا تستطيع أن تحكم على نيتي إلا بعد أن تدخلني إيش في الاختبار، اختبرني، عليك إيه أن تختبرني، وخاصة إذا كان هذا الإسلام كما يفعل الآن الإسلاميون كثيرون ينظرون لهذا، أن الإسلام دين الحريات ودين الحقوق ودين الديمقراطية وبأدلة كثيرة جدا ودراسات وعلى مستوى الماجستير والدكتوراه وكذا. كيف يتهم هؤلاء؟ أنا أقول لك الذي ينبغي أن يتهم الآن هو الذي يتحكم في نوايا الناس، هذا الغرب، هذا أو غيره الغرب، ونقول له واضح أن لديك عرقا ينبض ينزع بك إلى النزعة الاستعمارية، ما زلت تريد أن تستتبعني، ما زلت تريد أن تجتاحني بدعوى إيه؟ أنني محصن ضد أفكارك إيه؟ الليبرالية والعلمانية والديمقراطية، واضح أنك أنت المخطئ، أنت المذنب. هذا لا يرهبنا، هذا شوف في نهاية المطاف أنا أقول لك طبعا مطلوب منا أن نحسن الأصل حتى تتحسن الإيمج أو الصورة، لكن همنا الحقيقي ينبغي أن يكون ماذا؟ أن ننجح نحن، أن نفلح نحن، لا أن يرضى بنا الغرب وأن يصفق لنا، ليس هذا همنا. همنا نحن أن ننقذ أمتنا وننقذ أنفسنا وأن ننجح ونفلح بإذن الله، ينبغي أن نعمل على هذا ولا تعوقنا إيه؟ يعني معوقات كثيرة أثناء الطريق.